يعني هم حسب التقييم هم لا ينظرون. أنا قرأت أنه شنو معايير التقييم في ذلك، هم ينظرون طبعا إلى يعني إلى الملاكات الطبية، ينظرون إلى الملاكات الإدارية، ينظرون إلى مستوى الخدمات، ينظرون إلى مستوى التنظيم، مثلا في التنظيم في تفويج الحجيج، التنظيم في الخدمات في مستوى الفنادق، في الطعام، في غيرها، في القضايا الطبية، في تجهيز. فعلا يعني هناك أكثر من يعني جهة هي مساندة وتعمل مع هيئة الحج، وتشوف أنه مثلا الكادر الطبي، أنا مثلا رحت قبل كم سنة إلى الحج يعني وشفت هاي الحالة، تشوف أنه هناك كادر طبي، ملاكات طبية تكون متوفرة وموجودة على مدار 24 ساعة مع الحجاج مثلا، تشوف أنه حركة مثلا التنقل، شوف أنهم موجودة سيارات يعني مهيئة، وسيارة توقف قرب الفنادق تنقل الحجيج، توديهم تجيبهم، هي مسؤولة عنهم. بالنتيجة يعني مجموعة خدمات متوفرة وهي بشكل عالي، بشكل بالنتيجة ما في نقص بشكل واضح. هسه تقول لي أكو بعض مثلا ملاحظات، هو ماكو مؤسسة بهذا يعني ماكو هيك ظرف بهذا الحجم. الآن قدر عدد الحجاج العراقيين ب41,000 نفر تقريبا، 41,000، وأنا أجي أعطيها مسؤولية إنسان يجي هو يكون يدير هذا 41,000، ليس من السهل أن لا تقع بعض الأخطاء. فأنا أقول ينبغي أن لا نركز على مثل بعض الأحيان خطأ معين أو فد مشكلة معينة، ينبغي أن نركز على العموم. بالنتيجة نعم هي مجموعة معايير، وفق هاي المعايير أعطوا هذه الجائزة.